نعطيك الكارتة. هل أعطيك البطاقة؟ لماذا تغزر فيا؟ علام. لا سلام ولا كلام. معكم زيزو الفضائي. سلام عليكم يا بني آدم إنس، أنا أختكم من قوم آخر. اليوم جيت نقول لكم الحقيقة اللي أنا فضائية. انا نيجرو في عقلي ونيجرو في لاكولير ديالي. السلام عليكم، معكم اي بيتر. فيديو جديد. كي نروحو نقراو في التاريخ على الانسان مثلا البدائي اللي قبل الميلاد ولا قبل التاريخ كما نقولوا، شوفوا بلي الانسان هذا كان مثلا يروح يفلح ولا يروح يصايد ولا، وكي حاب يأرخ اليوم تاعو يروح للحيط ويرسم رسمات كما الرسومات تاع التاسيلي مثلا، ولا يروح يرسم كما تاع اللغه الهيروغليفيه. مع الوقت بدا يتطور شويه، بدا زعما يبدا يكتب، بدا الانسان هذا بدا يكتب وبدا يقول يدير الدايريز تاعو او المذكره تاعو، بدا زعما يخلي روحو بلي يخلي الافكار تاعو، يخلي الكتابات مثلا تاعو. ممكن كاين حتى اللي من بعد يبداو يرسموا مثلا كيما ليوناردو دافينشي رسم الموناليزا. وبدينا نقدموا بالعقل، من بعد قربنا شويه للكاميرات القدوم هذوك الاولين كانوا يصوروا غير الناس هكذا، شغل راح يرسموهم والله يصوروا الناس هكذا معروفين ولا اسما، الناس العامه ما كانوش يتصوروا. وكان مثلا كي تصرع عفسه مثلا باش يمثلوا حقبه معينه هكذا كانوا يصوروا ناس منها. ومن بعد بدينا نقربوا للتلفزيون، بدات كيف كيف. ولكن الان كيف راكم تيماجينيو في التاريخ راح يكون؟ يعني هل راح يكون بهذيك الطريقه؟ لا لا، التاريخ راح يتبدل لانه ديجا تبدل. من نهار وصل لنا التليفون مثلا ولا الكاميرا تاعنا، التاريخ تبدل وتبدل بطريقه كبيره، مش افير تاع تليفون. ذاك الوقت كي كانوا كيصراو مشاكل كبار مثلا ولا كانوا يحصلوا غير في الناس الكبار، سما العامه ما تعرفش الانسان العامي ويناه ولا مولا. ولكن درك الناس كيفاش راهي تأرخ في روحها وهي ما على بالهاش، هي باستعمال التليفون. مثلا كنت تحط بوست مثلا في فيسبوك يبقى لك افي، مثلا لو كان تروح تصور فيديو وتبدا تتمهبل يبقى لك افي، وافي معناها افي صح، ماشي افي تاع حتى نروح للفيسبوك، لا لا ماشي هكذاك. لانه اي حاجه ديرها مثلا في تليفونك انت تيماجيني مثلا راح تدير فوتو تتبهلل وكش ما دير تشالنج وتتجيح فيه، تيماجيني بلي مثلا درتو غير في التليفون برك وما حطيتوش. لنفترض انك هذاك التليفون مثلا بعتو نتاك فورماتي التليفون وخلاص، دير في بالك بلي ما كانش معلومه ولا فيديو ولا صوره يتحطوا في تليفون في كاميرا رايحه تروح. لذلك يقدر هذاك الفيديو بعد مثلا لنفترض انه كش ما صرا مثلا نار الحرب العالميه الثالثه وما بيش كش ما صرا، هذاك التليفون كي يجبدوه ويحوشوا فيه يقدروا يجبدوا الفيديو تاعك. يعني تيماجيني بعد 3000 سنه يلقاوك انت كنت تجيح، راح تبقى للابد مثال على هذيك الفتره انك انت كنت تجيح. لذلك كي تجي تروح تحط فيديو لازم تدير حسابك مليح، وكي تجي تحط فوتو دير في حسابك مليح. لان مثلا كي نرجعوا للباسي مثلا نروحوا نقراو على مثلا مرحله هبوط الدوله الاسلاميه مثلا، كي نقراو كتاب تاريخ هكذا ونبداو نشوفوا في الصور مثلا تاع محمد الفاتح ولا نشوفوا اي واحد، هذاك هو اللي يمثلوا به الحقبه هذه. ولكن درك هذيك الحقبه، ذوك الحقبه تاعنا ما ولاش تتمثل بواحد ولا هكذا اي واحد، مثلا انت وليد 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 وليدك اللي حيجي راح يجيب لك الزريعه تاعك كامل، تسمى راح يشوفك انت واش كنت تاكل الصباح واش كنت تاكل في الليل واش كنت تديح، تسمى انت رايح تصابوطي وليد 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 وليدك على بعد ممكن 4000 سنه نورمال. دير في بالك بلي رايح تخلد بهذ الحاجه. الخلود ما كانش جسديا، كان الوقت فيها هكذا، كان مثلا كيما البرت اينشتاين كان كي دار سبيشال ريلاتيفيتي ولا النظريه النسبيه العامه ولا الخاصه، كان هذيك هي الحاجه اللي خليته يتارخ. انك كنت باش تتارخ هكذا باش تبان لازم دير حاجه كبيره. لكن درك تبدلت كلش، ولات كيما العامي هذاك اللي ما عنده والو، اللي مريح في ابعد نقطه في العالم يجبد تليفون قاعد في التاريخ. هذاك هو التاريخ تاعك اللي راك تسجل فيه درك تاع في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ولا في الانترنت كيما هذا الفيديو. هذا فيديو راح يقعد للابد. لذلك اذا كانوا راح يلوموني هذوك تاع بعد 4000 سنه انا راني هضر دوك، باش ما تقولوليش او ما قال لهمش ما تجيه. لذلك كي نشوفوا امثله مثلا كيما مثلا زيزو لايت مثلا، علاش هذوك يقولوا لي راح تكلاشي زيزو لايت؟ لا لا مش راح نكلاشي زيزو لايت، لانه هو بحد روحه هو اللي دار هكذا، هو اللي حب يقلب روحه ميم زعما على جل باش زعما يشيع. لذلك اذا حبيت انت تشيع كيما زيزو لايت، زيزو لايت راح يبقى مثال، راح يبعدك بعد 10000 سنه يقولوا شوف جدك شحال جي
جايه. شوف جدك الاول سمع الناس يفتخروا جدو مع بليش فتح القسطنطينيه، جدو مع بليش شارك في حرب مع بليش تحرير هكذا، وانت يجي يلقاوك كذا تجيح دير فيديو دير هكذا دونجي. شت فكره شحال دونجي انك تكون مثلا تكون قاعد هكذا الصباح برك هكذا تجبد تليفون دير غنايه هكذا تاع جياحه هكذا وتطلقها وتبلك انت بلي خلاص ممكن من بعد غدوه تروح للانترنت اللي مش هتروح ونساها، ماش راح تروح للانترنت هاي موجوده بها تبقى ومن رايحه ممكن حتى يولي يحطوها في القمر. تعرفش تفهم كيف يعني الانترنت رايحه تبقى وراح حتى تبقى وباش حتبقى تبقى بهذه. ايماجين لو كان كش ما تدير سنه سيئه مثلا تبقى لك افي دير في بالك بلي بكري كانوا يتسطروا مثلا كي يدير واحد عفسه هكذا يتستر ما يبقاش مبهدل هكذا وما تبقاش الناس تتاثر بالفكره هذيك ممكن حتى تمر كيلو سيئات. حنا دوك لا دوك تغلط سيئه هذيك يبقاو يتفرجوا فيك. يعني ايماجيني لو كان دير فعل مثلا مخل بالحياه اون بلان فيديو مثلا وك فرحان زعما بان لك راك واعر ذاك الوقت بعد 1000 سنه ايماجيني قدان واحد راح يشوف هذاك الفيديو ايماجيني قدان سيئه راح تديها افي. هذا هو البروبليم اللي لازم فري تخمم فيها مليح لانه التاريخ راهو دركا خمم فيها مليح.